اليوم ده كانت حاجة غير عادية، بس أنا كان عندي ساعتها إحساس إن إحنا هنعمل حاجة. إيه هي؟ معرفش. اتحركنا قبل منها بيوم، طلعنا من كيلو 60 من مطار القطامية على السويس وماشيين، عربية منورة وخمس ست عربيات وراها مش منورين. المهم وصلنا السويس الفجر، خندقنا في وسط العمارات، كان معانا القوارب بتاعتنا. ساعة واحدة كده رحنا عاملين إيه؟ ماتش كورة عشان التمويل لمين؟ العدو. لو وصلنا وكان هم قدامنا شايفيننا، يعني هم شايفيننا بس احنا في وسط المساكن متخندقين ومداريين والقوارب نافخينها ومجهزين كل حاجة. عايزين ساعة الصفر، بس مش عارف امتى ساعة الصفر دي. حكينا تعليمات انزل المية انزل المية. الطيران ضرب عند الساعة 2، 2 وربع رجع، المدفعية اشتغلت، فضلنا نترشق بالمدفعية. هم مش احنا بتوع المدفعية، احنا يعني صاعقة أسلحة خفيفة، بس احنا ما نزلناش في الساعة 2 بالظبط، نزلنا الساعة 5 المية. كان بيشاهدنا ان انا بتمنى اللحظة ديت من سنين، لما كنت عاوز اخد بطاري من اليهود. قوم عبرنا، طلعنا الساتر الترابي، فكان في الموقع متلغم الغام، لان كان اقوى نقطه عصينا في خط برلين كله، في 40 من عندنا وانا في الامر في الميه انضربوا دلوقتي، راحوا بالفيو زمايلي كلهم. في وصلات اسمها تربيد البنجلور، عباره عن وصلات مباشر كده، نوصل واحده في الثانيه، في اخر واحده نحط الفتيل بتاع اللغم او التبرير يفتح لي مسافه امشي فيها عشان اعبر انا وزمايلي على خط واحد عشان ما الغام ما تجيش ناحيتنا. طلعنا على الستر الترابي، سبحان الله، في واحد قدامي كنا مسمين من وحش اسمه شكري مجلع من الصعيد، لقيته هو راح نايم. قلت له يا شكري انت نمت ولا ايه؟ ما تعدي يا عم، يلا خلينا نعدي. لقيته ما بيردش، لقيت الطلقه داخله من دماغه لفوق، وانا طلعت منين؟ قلت له ساحبه مديه اللي ورايا ونزلت. كان معايا جزء سلك، رحت منبه جماعة زمايلي احترسهم فيه رشاش مصمم على ايه؟ على حافه الصدر تروح بيضرب اي حد هيطلع هيضربه. كل زمايلي ايه؟ خدوا حذرهم. هنعمل ايه؟ هتعمل ايه يا سعيد؟ فضلت اسحب لحد ما وصلت فين؟ الراجل اللي هو حاطط الرشاش ده، لان هو اي حد هيعدي على الستر التراب ده هيصيبه. رحت مطلع القنبله الثانيه، كان معايا ثلاث قنابل. القنبله الثانيه رحت رميها فين؟ في المسخل اللي فيه البني ادم ده. سمعت صويت الراجل اللي في الدشنه، خلاص انتهى. وحشرناهم من يوم 6 اكتوبر لحد يوم 13 رافعين الرايه البيضاء. انا قعدت 6 شهور محدش عارف عني حاجه خالص، لان انا اتحاصرت في بورتو فيق، قعدت من شهر 10 لحد شهر 4 سنه 74 قافلين على السكه. كان في المباحثات بتاعت كيلو 101، وعملنا بطولات كتير واحنا في الحصار ده، وانا عشان نعيش ناكل ازاي ونشرب ازاي، نتعايش مع الطبيعه. وبعدين جات لي تعليمات تثبت في مكانك ما تتحركش منه الا بتعليمات، عشان في بوادر كده ان في ايه هجوم علينا يوم 22 عشان مش هنسى اليوم ده في حياتي. لقينا الطيران بيضرب، المدفعيه بتضرب من كل حته، حتى هم بيجسموا عشان يهجموا. يوم هم عدوا من الاسماعيليه على السويس وعايزين يخشوا من بورت توفيق، دخلوا بورت توفيق من الطريق، ما فيش غير الطريق ده اللي دخلهم بورت توفيق. كنا 6 افراد، فجي معايا واحد اسمه مجد طلب صالح الله يرحمه ويحسن اليه، قال لي بص يا سعيد احنا مش هنخش، لو دخلوا هنا يخشوا على مسلسل، ان شاء الله مش هيخشوا، لو خشوا هم يخشوا على يدوس علينا احنا ميتين. عملنا كمين للاخوات دي وسبناها ايه داخل الدبابه ومدرعه، سبناهم يخشوا ورحنا ضاربين ايه الدبابه ومدرعه. كان معايا واحد من هنا من اسكندريه اسمه حسن الله يرحمه، فانا معايا لغمين وهو معايا لغمين، قلت له رص اللغمين دول حسن، روح انت على الصدر رص اللغمين من الناحيه الثانيه، قال له روح انت من هنا. سبحان الله، كانه هو بيفديني بيه، قال له روح انت جنب الثاني. رحت شايل اللغمين وساكت، راح اذا وصلت الطريق الثاني لقيت اللغمين انفجروا فيه، حطيت اللغمين بتوعي ورجعت سحب تربص واستخبيت فين؟ استخبيت التراب. استني بقى لما دبابتي اول دبابه تعدي، راح الدبابه اللغم بتاعي راح ضارب فيها.
ضربنا الدبابه والمدرعه راح كل القوات اللي كانت جايه تدخل لجوه، راح راجعين تاني فين؟ على السويس، طلع على جبل احساء. اليوم ده انا شفت جولدا مائير موته ديان من نظاره الميدان فين؟ فوق جبل احساء. اليوم طلعوا استخبوا فوق في جبل احساء وراحوا حته اسمها مساكن المثلث، وراحوا متمركزين فيها وايه؟ وقعدوا فيها. انما ما نزلت بعد 73 بقيت البس الافرون الموضوع وامشي في وسط الشارع كده اوري الناس ان انا ان انا ان انا من ضمن ابطال قوات الصاعقه. فخور بمشاركتي في الحرب، كنت اتمنى اكون شهيد واموت وانا مستريح عشان اخذت بطير بطير زمايلي. والله بعيط من كثر الفرحه، والله قلبي كده بيبقى فرحان لما بحكي الحكايات ديت، لدرجه ان انا عاوز يعني افتكر كل حاجه قدامي زي شريط السينما كده، وحاجات بنساها ساعات وارجع افتكرها تاني اقول لهم حصل كذا ويوم كذا. والله ولا انا ولا زمايلي نستاهل الشهاده ولا كلام من ده، بس الحمد لله ان احنا قدرنا نحرر ارضنا ونرجع ارضنا تاني بفضل ربنا وابطال زمايلي اللي انا الشهداء والابطال اللي كانوا معايا. عاهدت الله وعاهدتكم على ان جيلنا لن يسلم اعلامه إلى جيل سوف يجيء بعده منكسة أو ذليلا، وإنما سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة الصواريخ.